ساعات انت جدا لما بتشوفي سيدات او فتيات بيلعبوا الرياضات القتاليه والدفاع عن النفس، خصوصا لما بيضربوا راجل وشها بينشرح، مش قادر اقول لكم بيضربوا راجل كمان. اهي مطحنه اهي، انت شفتي التقرير اللي فات. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. هنتكلم من خلال هذه الفقره عن رياضه من الرياضات القتاليه اللي يتقال عليها فعلا يعني رياضه مهمه جدا، وفي ناس كتير جدا بيحبوها وبيحبوا يتابعوها، وكل الناس المهتمه بشأن الدفاع عن النفس عموما لازم بتلاقوه دايما قاعد بيتابع مباريات هذه الرياضه بشكل خاص. هنتكلم عن رياضه الكيك بوكسينج من خلال لقائنا مع كابتن محمد صبيح وهو رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. صباح الفل ومنور الدنيا يا فندم. اهلا. صباح الورد اولا، وانا سعيد جدا ان انا معاكم. انا بتابعكم وسعيد جدا فعلا. الله يعزك، ده من ذوق حضرتك. اهلا بيك. صباح الفل على حضرتك. وانا هقول للناس بقى حضرتك قلت لنا ايه اول ما دخلت؟ لا لا والله انا معاك. اسال حضرتك عجبك البنات وهي بتمارس رياضه دفاع عن النفس؟ غير الموضوع يا ولد. يعجبني سرعه بديهه حضرتك، برافو على حضرتك. بناتنا احنا المفروض ان الالعاب النزاليه اصلا لما كونت كان الهدف ان الانسان لما يكون ضعيف يقدر يدافع عن نفسه ضد حد اقوى، فمفروض بنت تقدر تدافع عن نفسها ضد حد اقوى، ولد راجل عجوز يقدر يدافع عن نفسه في موقف، حد قدراته البدنيه مش عاليه يقدر يدافع عن نفسه. ده الاصل في مفهوم رياضه الدفاع عن النفس، لكن تتنقل للمفهوم الرياضي والنزالي لما نخش في شكل بطوله. اللي انت حضرتك شفتيه دلوقتي ده بقى المقاتلين، دول المقاتلين اللي احنا بنختار منهم لاعبين يمثلوا مصر عالميا، ده مستوى اخر زي الفل. طيب احنا يعني مصر بشكل عام احنا فين من الرياضه دي على الصعيد العالمي؟ بص احنا لينا قصه طويله قوي لا داعي ذكرها الان، ولكن معناها احنا الرياضه في مصر كنا بقى لنا 20 سنه، ولكن كانت ظروف منعانا يبقى لينا اتحاد مستقل. بقرار جريء من وزير بنحبه وبنحترمه دكتور اشرف صبحي، رئيس لجنه اولمبيه محترم المهندس هشام حطب، كان كيان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. وايه اسباب المنع الفتره دي كلها؟ احنا عندنا وقت النهارده في الحلقه عندنا. ماشي. الرياضه بتاعتنا في الاول كانت جزء من اتحاد الملاكمه. احنا رياضتنا هتلاقيها يعني متكامله شويه، فيها ضرب بالايد وبالرجل وبالركبه طبعا. هي لما معظم رياضات الدفاع عن النفس طبعا. ففي الاول اول ما جينا حطونا جزء من اتحاد الملاكمه سنه 1998 أوكي. طبعا مسكوا فينا شويه، اتخانقنا معاهم شويه وبعدين مشينا، وبعدين شويه عملوا اتحاد مستقل لمده سنه قعدوا يحاربوا فيه، وبعدين وقع، وبعدين رجعنا تاني مالناش كيان، وبعدين حطينا لجنه جوه اتحاد الكونفو شبهنا شويه كونفو، قعدنا معاهم شويه وبعدين استقلينا بعد 20 سنه وبقى لنا اتحاد مستقل لرياضه الكيك بوكسينج، هو الاتحاد اللي انا بمثله. الله يسلمك. الله يسلمك. فاللعبه بتاعتنا دي اللي عانت الفتره دي ليها تطور كبير سواء على مستوى المحلي والدولي كرياضه. الرياضه دي نشأت في العالم في السبعينات، هتلاقيها نشأت مع افلام الحركه زي فان دام، زي اللي هو المرحله دي اللي كلنا بنروح نتفرج على النوع ده من السينما. احنا ده احنا كيك بوكسينج، بس قالوا علينا اسماء ثانيه، قالوا علينا كونفو، قالوا علينا، لكن هو كيك بوكسينج. الكيك بوكسينج اللي كان فيه ابطال عالميين كتير تبنوه، جاك لوريس، ابطال عالميين كتير في السينما العالميه كانوا بيتبنوه، فظهرت اللعبه وانتشرت في العالم. محليا كانت موجوده في مصر بشكل كويس، اخيرا بقى لنا اتحاد مستقل عملنا فيه الاحداث اللي انت شفتها دي في الفتره البسيطه دي، عملنا فيها بطوله مصر المفتوحه 5000 لاعب، اول بطوله في تاريخنا. 5000 لاعب بنخوف الالعاب الاخرى طبعا. 5000 لاعب اول حدث لينا، لا اول حدث، اول تجمع 5000 لاعب. الاستاد يعني عايز اقول لك اللي هو عليه في الاستاد ايه ده اول حدث. وبعدين عملنا دوره، لما عملنا الدوره التصنيفيه الاولى بتاعتنا بتاعت المدربين عشان يبقوا ليهم رخصه في العمل، كان اول تجمع كان فيه 500 مدرب، حاجه تشرف الحمد طبعا. لله. تجارب منتخب مصر مئات اللاعبين دخلوا عشان نختار في كل مرحله سنيه، تحت 17 تحت 19 فوق 19، الانسات والسيدات اللي انت بتحبيهم. ايوه. ان شاء الله حاجه تشرف مصر باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. بس يعني بمناسبه بقى حضرتك ذكرت يعني السيدات والانسات هنا، لان ده سؤال يعني اي حد هيجي في ذهنه. طيب هيقول لك رياضه مش نسائيه خالص، ليها برضو تحديات كبيره، الاسر المصريه الثقافه دي لسه مش عندها. الاسئله دي ربما تكون كليشيه بس هي ما زالت مطروحه، ما هو احنا عايزين نتخلص بقى من الثقافه دي اصلا. الاقبال الاسره ازاي يعني متفهمه ان الست او البنت كمان ممكن ان هي تروح تمارس لعبه دفاع عن النفس وكمان تنجح فيها وتحقق بطولات، وده اللي حاصل، ده الواقع. ممارسه الرياضه في مصر بالشكل، ممارسه الرياضه بشكل عام الحمد لله يعني في اتجاه في الدوله لتدعمها. بالنسبه للرياضه النسائيه أيوة. موجوده في مصر في بعض وجهات النظر، بعض الامهات تتبنى وجهه نظر حضرتك اللي بتتكلم عنها دي، لكن احنا عندنا بطلات على الصعيد الاخر، عندنا بطلات مثلوا مصر عالميا يعني انا بتكلم في مجلس ادارتي، مجلس اداره الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عندنا اثنين منهم، عندنا اول عالم كابتن نورة انور، اول عالم كابتن زلام مأمون. في الرياضات دي في الاول بيحاربوا في قصارهم شويه لحد ما يظهروا، لكن زي واقع الحياه كده الست المصريه فضلت واحده واحده لما بقت موجوده في الساحه غصب عن اي حد، هو ده الواقع. الشكل الجسماني يعني هل الى حد ما بيختلف؟ هل الصفات واشيك؟ طب لا لو كده نيجي بقى اشيك شيب احلى، ما بيطلعش عضلات. انا بقول للامهات خالص ده الفكره خالص، لا مش زي الالعاب الرياضيه بشكل عام مختلفه. احنا مش العاب قوه، احنا العاب نزاليه فيها الفتنس عالي جدا، فبيخلي شكل الجسم كويس جدا. ده موضوع. اما الموضوع الاخر باعتبارها رياضه يعني صحيا افضل. أيوة. ثالثا للبنت تقدر تدافع عن نفسها. لو انا بقول دلوقتي رسالتي لكل اب وام، انا اودي بنتي تلعب رياضه، اوكي تلعب رياضه يبقى جسمها كويس حلو. كويس بس النقطه الاهم صحتها كويسه تمام، كمان تقدر تدافع عن نفسها. عملت 3 حاجات في وقت قصير يبقى طمنت على بنتي افضل. بشكل عام يعني ايه، هل في متطلبات معينه لازم تكون موجوده، مواصفات جسمانيه معينه، مواصفات عضليه معينه في لاعب عايز يبتدي يمارس الرياضه دي؟ هجاوب حضرتك. فلاعب عايز يبتدي ولاعب يبقى بطل. اتفضل. اي حد عايز يبتدي مرحب بيه، ما عندناش مشكله في حد جاي يمارس الرياضه. دورنا كمدربين في مصر، دورنا كاتحاد ننمي وننشر الرياضه. حلو. اما البعد الاخر عايز ابقى بطل، ده اللي ليه مقاييس مختلفة، مقاييس نفسية، مقاييس بدنية، مقاييس مهارية. أي حد بيبتدي يمارس رياضة بيكون بيحلم هو وأهل بيته بأنه هيكون بطل فيها في يوم من الأيام. أنا دايما بعلم مدربينا كده ودايما بكلم مدربينا كده، أنت بيجي لك كل طفل أو كل ولد أو كل حد عايز يتمرن ليه هدف. في واحد جاي يخس، باباه عايز يخس، بنتك عايزة تخسسيها. وفي حد جايبه يلعب برياضة في النادي عشان هو في البيت بيبقى محبوس ونغير جو، كل واحد ليه هدف. أنا المفروض أجيبه من هدفه اوديه لهدفي ان انا اصنع منه بطل، خصوصا لو طفل صغير. طيب لو في الاعمار المختلفه، طفل صغير احنا هنأسسه وهنوديه للطريق اللي احنا ان شاء الله شايفينه يبقى بطل فيه. طيب في الاعمار المختلفه هو بيفرق للطريقه اللي اتربى بيها، لطريقه تفكيره، للنزعه النزاليه جواه، هو عنده استعداد على القتال، على المصابره لاخر وقت، لان الرياضات بتاعتنا رياضات مش هتدعي انها سهله، لا هي رياضاتنا صعبه، محتاجه حد من جواه في ملامح البطوله. انا بطل، انا جاي العب الرياضه دي عشان انا عايز ابقى فيها بطل. والبطل بقى ده مش هيضحك يعني سوري لما انا مش بقلل من اي لعبه اخرى، بس لما يجروا انتوا الاهلي قد الدنيا كلها، بس بيلعب في ملعب كره قدم دي حاجه، ونتحط قدام المنافسه قدام منافس على حلبه القتال والناس بتتفرج عليهم، ده موضوع اصعب بكتير قوي. ليه؟ لانه لو خايف لو قلقان، انتوا عندكم لو قلقان في الماتش ممكن يستخبى في اللعيبه اللي حواليه، لكن هو لو قلقان هيتضرب. الالعاب الفرديه مختلفه طبعا. الالعاب الفرديه، الالعاب النزاليه كمان، الفرديه النزاليه صحيح. الامر مختلف، الامر فيه سمات نفسيه محتاجها البطل عشان اقدر اطور فيه او عشان يستمر في اللعبه. طيب لما نيجي بقى يا كابتن محمد نتكلم كده عن مصر والكيك بوكسينج، وحضرتك شرحت لنا شويه مصر واصله لفين، بس دايما احنا بنتطلع للعالميه، فلو احنا هنيجي نقول الرانكينجز بتاعتنا عالميا احنا واصلين لفين، وابطالنا كمان قد ايه او عددهم قد ايه؟ يعني يمكن انا وكريم دائما ما نتحدث ان الاسكواش من اكتر الرياضات، ودي حقيقه وواقع، يعني مصر حققت فيها رانكينجز كويسه جدا على مستوى العالم سيدات ورجال. في الكيك بوكسينج بقى بصي بشكل عام في الالعاب النزاليه، الالعاب النزاليه بالنسبه لنا كمصريين احنا متميزين فيها. لو ضربنا مثل ملاكمه، مصارعه، جودو، الالعاب دي ليه؟ لان احنا السمات النفسيه لينا، احنا شعب حارب اكتر من مره، سماته النفسيه بتقول ان الولد ده ينفع يبقى مقاتل. خير جنود الارض وكنايه الله في الارض فيما معناه، مش عايز اتكلم في الدين ولا بخطا، احنا مقاتلين بطبيعتنا، يبقى في الالعاب النزاليه ننجح فيها. سرحت منك. لا احنا بنقارن مصر بالدول مكانتنا الدوليه في تاريخنا السابق، لما كنا جزء من اتحادات اخرى وشاركنا في بطولات عالميه كان لينا نتائج. النتائج وصلت لمستويات اولى على مستوى العالم. كويس. لكن لعبه الكيك بوكسينج في ال 20 سنه دول اتطورت بشكل كبير جدا، يعني اللي كان بيلعب من دور ال 8 دور ال 16 دلوقتي بيلعب من دور ال 64 ودور ال 128، يعني عشان يبقى بطل عالم بيقابل على الاقل مش اقل من 9-10 دول. فعشان لاعب يقدر يفوز على كل ده عشان يبقى اول عالم الامر ما بقاش بسيط. احنا عندنا تفاؤل كبير لان انا اصلي فني، ومعظم الجهاز اللي معانا في كاداره الاتحاد اصلهم فني. معلش عفوا انا مش بقاطع كلام حضرتك، بس عايز اسال حاجه في نقطه حضرتك قلتها، ليه ما بقاش سهل؟ يعني امر ما بقاش سهل من ناحيه مثلا القدره الماليه او التمويل، ولا مثلا او الرعايه، ولا فكره التدريب، عدد ساعات التدريب، يعني من انهي ناحيه؟ الوصول لاول عالم، وده الهدف. ايوه. واول عالم مش لبطل واحد، اول عالم للمنتخب القومي اللي احنا بنجهزه ده. الوصول للمكانه دي امر صعب، مكلف ماديا، مكلف تمام، مكلف في فكرنا في الاعداد، في اعداد مدربينا ولاعيبتنا عشان توصل للمستوى ده، امر مش بسيط. فعشان كده عشان ادي الحاجه حجمها الحقيقي، بطوله عالميه امر مش سهل، فاحنا بنعد ليه كويس. بنعد ليه كويس ازاي؟ من اول خطواتنا عملنا لجنه علميه عشان نربط العلم بالواقع، بس لا، وفنيينا بنحاول نطور منهم ومن ادائهم. لا، واللعيبه، الاختيار كانت مساحته اوسع، بس كده لا، واللي جاي احتكاكاتهم كتيره عشان اللي يمثل مصر يليق بان رايح يمثل مصر ويمثل المنتخب القومي المصري لرياضه الكيك بوكسنج اللي طموحنا ان نكون الاول عالميا فيه. بيخيل لي كمان الرياضه دي من ضمن خصائصها يعني، او من ضمن ما تتضمنه ممكن يبقى لها بعد تربوي معين في التنشئه. ليه بقول لحضرتك الكلمتين دول؟ لان في بعض الاحيان ممكن يكون في اسره عندهم طفل صغير خجول بشكل مبالغ فيه، او انطوائي بشكل مبالغ فيه، او خواف بالبلدي زي ما بيقولوا. ففي اهالي كتير بيفكروا ان لا، عشان التفصيله دي تتغير في شخصيه ابننا نخليه يلعب رياضه من رياضات الدفاع عن النفس او الرياضات القتاليه. فاتعرضتوا للجانب ده اكيد. طبعا، واحنا بنشتغل في مجالنا بيجي لنا كتير اب وام كان اول تجربه ليهم في تربيه الطفل الاولاني، فبتبقى في صعوبه شويه. فاوقات كتير افراط الام في المحبه بيخلي الولد يضعف، افراط الاب في القوه بيخليه برضه يضعف. احنا بنوزن ده، ليه؟ لان احنا بنشتغل جوه السمات النفسيه جواه في الطفل، وبيخليه يوصل انه بتمام الثقه في نفسه. فانا بعتبر احنا علاج احيانا مع ممارسه الرياضه بشكل عام. فاللي حضرتك عليه فعلا امر اساسي وكتير قوي بنتعرض له، واحنا في ماما جايه وبابا جاي وعايزينه بقى يبقى بطل خلاص طبعا دورنا بقى. طب بالنسبه بقى الاطفال اللي هم كانوا هم صغيرين بيقعدوا يتخانقوا بالضرب مع اصحابهم في كي جي، انا والله كنت بضرب الولاد كمان، والله في حضانه، كنت بضرب الولاد وكانوا بيجيبوا لي استدعاء ولي امر من بدري للدرجه دي كلهم بيقولوا كده عشان يخوفونا، هو بيقولوا كده عشان يخوفونا، لكن الواقع هتلاقيها يعني. تخيل بنتك كي جي 2 وجاي استدعاء ولي لا، وبعدين ده ودي كيوتايه في روحك، مش متوقع منك تعملي كده في حضانه يعني. بشكل جدي النوع ده بيفيدنا جدا. ازاي؟ ان انا اخد حد بالسمات دي واوجه طاقاته. القوه هنا ان انا اخد طاقاته دي وسماته النفسيه دي واحطها في جو في اتجاه البطوله، واحفزه دايما البطوله. اولا مش هيضرب زمايله خلاص لانه بقى طاقته بيفرغها. ثانيا استغل طاقته دي ان انا احطه في الطريق الصحيح ليها، ان نخلق منه بطل. فلو كنت جيت لنا من بدري، لو كنت جيت لنا يا كابتن محمد والله بس نعوض مع بعض. بس بينتج عن ده بعد مرحله وبعد الممارسه بقى الفتره والسنوات غالبا بينتج عنها ثبات انفعالي ملفت جدا للنظر في حاله كل الابطال اللي بيلعبوا رياضات قتاليه ورياضات عنيفه، بتلاقيهم دايما عندهم ثبات انفعالي اكتر بكتير من غيرهم، مش بيوجهوا الطاقه والقوه اللي عندهم بشكل فيه افتراء على خلق الله زي ما بيقولوا. لو اتكلمت عن الحالات ببساطه، لو انا ماشي في الشارع وحد زنق عليك بعربيه جنبك، القمر دي ماشيه جنبك في الشارع هتبقى عايز تثبت لها ان انت جاي، فتقف تزعق. انت هي عارفه ان انت بطل، فعارفه ان انت لو نزلت هتكسره، فمش محتاج تثبت لها. وجوه نفسك مش محتاج تثبت، انت عارف انك قوي، فتقول له ماشي شكرا اتفضل هو ده الابطال بتوعنا، لان هو من جواه متكامل، من جواه عارف ان هو يقدر يعمل كتير بس مش هيعمل، واللي حواليه عارفين، لا يضطر انه يطلع القوه اصلا. فدي يعني احد مميزاتنا. انتوا احرجتوني والله، حبيبتوني في الرياضه بتاعتي زياده لا، ويمكن برضو النضج يعني بيفرق، يعني حتى لو لاعب صغير غير لاعب في سن معين غير شخص عادي، برضو لما بيكون سنه صغير. يعني هتكلم ان جنرال او في العموم، البني ادم كل ما بيكبر بينضج، بيهدى شويه. يمكن مواقف كنا بنمر بيها زمان كانت بتعصبنا، بنحس احنا عايزين ناخد رياكشن سريع وقتها. بعد كده الواحد لما بيكبر شويه في حاجات كتير بيعديها، فيمكن دي برضو لو هنربطها بالكيك بوكسينج هتلاقيها مختلفه شويه مع فارق السن بين اللاعبين. اكيد. بصي، انا بشكل اصرح اكتر صراحه يعني، لما بنيجي نتعامل مع طفل في البدايه، في الشهور الاولى، الشهر الاول، الثاني، الثالث، عايز يثبت ذاته للي حواليه، عايز يقول لهم ان هو قوي، انا اتعلمت، بص انا بضرب ازاي، بضرب. بيعرف بعد كده انه بيضرب، فيبدا شويه شويه ثباته الانفعالي بيعلى، بيبقى مش عايز يأذي حد لانه خلاص عرف ان هو قوي، مش محتاج يثبت للناس انه قوي. فده ده اللي بيحصل بالفعل كواقع بالنسبه لنا. ده بقى مع ترابط ان كل ما بنكبر ثبتنا بيه يعني ما بنضربش يعني. انت حضرتك لسه بتضربي حد؟ لا قبل الحلقه كنت شايف كريم لسه مطلعين 2 زملاء من شويه، عايز اقول لك هو على القصر العيني فرنساوي جدا لمجرد الاختلاف في وجهات النظر. لا والله يا ده احنا بنقعد ناكل بعد الاكل لغايه لما يلا. طيب نرجع بقى لتفصيله كده معينه، كل رياضه يعني كل رياضه بيبقى لها متطلبات اساسيه تمام. هل في حاله الكيك بوكسينج القوه العضليه هي الاساس، ولا التوافق العضلي العصبي هو الاساس، ولا الثبات الانفعالي هو الاساس، ولا ايه؟ كل ده كله مع بعض. احنا يعني بمفهوم فني اكتر علمي اكتر، احنا بنحتاج كل عناصر اللياقه البدنيه، قوه، سرعه، مرونه، رشاقه، توافق، دقه، توازن. بنحتاج كل عناصر اللياقه البدنيه تبقى موجوده في اللاعب ده واحنا بنوجهه. لكن بنلاقي في ولادنا اوقات اختلاف، يعني الولد ده القوه اعلى شويه، الولد ده السرعه اعلى شويه، الولد ده المرونه اعلى شويه. دور مدربينا في مصر او في العالم في الرياضه انه بيوجه طبقا للاختلافات الفرديه اللي موجوده بين فرد وفرد. يعني هي اكثر مرونه فبتعامل معاها مع المهارات، او اوجهها اساليب الكيك بوكسنج متنوعه، احنا عندنا 7 اساليب الكيك بوكسنج، اوجهها للاساليب اللي بتحتاج مرونه اكتر. طب في جوه الفايت للمهارات اللي بتحتاج مرونه اكتر. طيب هي بتمتاز بالقوه، هو بيمتاز بالقوه، اوجهه للمهارات اللي بتحتاج قوه اكتر. بيمتاز للسرعه، اتعامل معاه بالتكنيكات اللي بتخليه في سرعه، اللي بيحتاج فيها سرعه اكتر. كده بنقدر نعمل بطوله كبطل. انا بكلمك كبطل. طب بمفهوم الممارسه احنا بنحتاج كل ده، ده وده وده. سرحت مني طبعا. لا لا انا عايش جدا معاك، عايش جدا معاك. اللعبه بتاعتنا جميله، اللعبه بتاعتنا مش بقول لك ومش بحكي لك. اي حد بيجي عندنا لو بيلعب اي لعبه ثانيه وجي عندنا بيخش ما بيطلعش من الصاله عندنا، بيكمل ويستمر. انا بتكلم ده في كل انديه مصر، بتكلم ده رساله في وسط منبر الكرة المصرية، الأهلي، الخطيب، يعني بتكلم في بيته. اللي بيلعب ألعابنا، وأنا يعني لو جت فرصة إحنا نتمنى طبعًا لعبتنا تخش النادي الأهلي، وأنا بقى دعوة للخطيب اللي إحنا بنحبه مع حفظ الألقاب، يعني إن يوافق لنا إن اللعبة دي يتعمل لها على الأقل في البداية أكاديمية جوه النادي الأهلي. وعلى فكرة ناس كتير عايزة من ولاد النادي الأهلي ده، بس يا ريت يساعد ده، وأنا كرئيس اتحاد يعني دوري أطلب منه ده، ويا ريت توصله لي. دي نقطة. اللعبة بتاعتنا فعلا بتجتذب معظم الأطفال والشباب والأنسات، لأن هي فيها لياقة عالية، بتدي جسم كويس، بتدي مرونة كويس، بتدي فكر كويس، بتخلي النفس أفضل. مش بتحيز لها عشان لعبتي، لا لا، تعالوا اتفرجوا على اللعبة وهتيجوا تلعبوها وهتسيبكم بالكورة. في حد أقصى للعمر لو حد عايز يبتدي يمارس الرياضة دي، مش بحثا عن بطولات، لو بنتكلم على حد نسبيا كبير في السن. لو حضرتك عايز تنزل تدريب النهاردة، تنزل تدريب النهاردة وتتعلم دافع عن نفسك النهاردة. رياضة الدفاع عن النفس مفروض تمارس في أي سن، لكن من غير هدف البطولة، للرياضة. طب لو للدفاع عن النفس، إحنا عندنا أقسام لده، ودي فرصة. إحنا عندنا مبادرة كبيرة قمنا بيها بينا وبين وزارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وهيئة الأمم المتحدة. بنعمل يعني بروتوكول تعاون لمواجهة التحرش. حلو قوي. إزاي الفكرة؟ إن إحنا في كل مصر، في 27 محافظة من محافظات مصر، في نفس التوقيت برعاية الدكتور أشرف صبحي مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، مدربينا هينزلوا ويعلموا، مدربينا والمدربات بتوعنا بتوع الكيك بوكسينج، هينزلوا ويعلموا الأنسات إزاي تدافع عن نفسها بشكل عملي فعلي، مش بالكلام، مش محاضرة زي ما بنشوفها حاجات نظرية، لا، هنعلمهم في كورس في أسبوع ازاي يدافعوا عن نفسهم. الكلام ده رساله لاي بنت، خش دلوقتي على موقع وزاره الشباب والرياضه، لا مش وقول ازاي تتعلمي، ورساله كل المتحرشين، ده في ايام سوداء، ده البنات هتبص تلاقي البنت بتضرب على طول، فخد بالك. فاحنا ان شاء الله بدانا ده كخطه عمل، هتبدا ان شاء الله من الشهر اللي جاي، وباذن الله الامر يتطور، وان شاء الله عندنا افكار اخرى لمواجهه البلطجه، ازاي انت وانت ماشي في الشارع تبقى قادر تدافع عن نفسك بمهارات بسيطه. فكره الدفاع عن النفس مش ان انا اقوى ضد، يعني مش انا اقوى منك فاضربك، لا، انا اقدر اسيطر عليك باقل مجهود ممكن، في اقل وقت ممكن. دي افكارنا الاساسيه في الدفاع عن النفس. فاحنا زي مشروع مواجهه التحرش كفكره، ومواجهه البلطجه كفكره برضو قدمناها، وان شاء الله تلاقي قبول. فكرتين حلوين جدا على فكره، مع ممارسه الرياضه بشكل عام، مع قطاع البطوله، وان احنا نحقق نتائج. خطط كتيره شغالين فيها، عندنا خطط اخرى، عشان انت ما سالتنيش احنا بنعمل ايه في الاتحاد. عندنا خطط اخرى دخول الرياضه بتاعتنا. ما صدقت جيت عندكم والله، لسه هنسالك. عندنا وقت، ما هو لسه في وقت. عندنا قد ايه؟ عندنا 6 دقائق. براحتك يا استاذ، والكلام بيجيب بعض يا استاذ. عندنا احنا ان شاء الله قريبا هنبقى في جلسه لينا مع اللواء دكتور صبري مصلحي، عشان ندخل الرياضه جوه القوات المسلحه المصريه بفروعها. احنا الرياضه بتاعتنا رياضه قويه تستخدم في المجال المدني كبطوله وليها استخدامات كمان عسكريه. احنا عندنا من فروعنا ككيك بوكسينج عندنا الام ام ايه وعندنا الصامبو. الصامبو في جزء اسمه سيستيما، السيستيما يستخدم جوه القوات المسلحه الروسيه وانتشر في العالم. فنون قتاليه معينه او تكنيك قتالي معين ويتعامل مع السلاح الابيض والناري. فاحنا عندنا امل ان احنا الالعاب بتاعتنا دي والمهارات بتاعتنا تضاف للمهارات اللي موجوده جوه الجيش المصري لعلو قدراته. عندنا افكار كتير ككيك بوكسينج، احنا بنقول للناس دايما الكيك بوكسينج اتحاد ولد عملاقا، بنقول لهم كده وبنقول لهم ان شاء الله هيكون افضل اتحاد في مصر. كل يوم فكر جديد. النهارده قاعدين معاكم يعني والله وجود حضرتك شخصيه والله جميله ومتميزه كابتن محمد. والله في ناس كده ضيوف بتبقى روحها حلوه. المدام بتتفرج لا ايه ده طيب احنا لازم نعمل الحلقه دي على البوكس على طول. والله يا استاذ كريم انا من المعجبين بيكم والله العظيم. ربنا يخليك. ده من كرم اخلاق حضرتك ومن ذوقك. والله احنا اللي سعداء جدا بوجود حضرتك معانا وسعداء بوجود الفكر ده اللي هيبتدي ينتشر طبقا لمجهوداتكم. ان الفتره الجايه هيبقى فيه متغيرات كتير احنا في امس الحاجه ليها مجتمعيا، وخصوصا لما بنيجي نتكلم على ظاهره تعيسه زي ظاهره التحرش ان في ناس كتير جدا الحقيقه مستاء منها. صحيح. فدي حاجه محترمه جدا، بالعكس هتلاقي ترحيب مجتمعي اكيد. بص انا حاسس ان في تغير في التعامل مع القضايا. يعني زمان انا كنت قاعد مع دكتور اسماعيل فار في وزاره الشباب بقدم له مشروع عاده. طيب شكرا هات حط خلاص. انا بص لقيتهم بيكلموني الوزير وافق يلا نشتغل. جميل. نزلنا على الصفحه. انا طول عمري حاسس ان انا سابق. اول مره في حياتي احس ان لا ده مصر ماشيه، ده في سبق. في تعاون في الفكره لا وتشجيع. احنا هنقدر نجيب وافكار يعني هنقدر. كابتن محمد بتقول انت كاتحاد واحنا كوزاره، لا طب ما احنا كمان نجيب الامم المتحده معانا هتساعدنا في ان البنات اللي جايين يحضروا الكورس. طب انا ما عنديش فلوس اروح واجي، لا هنديهم بدل. فبيسهل عليك طبعا. بيسهل على البنت باباها مش هيديها مصروف، لا هتاخدي مصروف وانت جايه يعني هتاخدي فلوس وهتيجي وهتتعلمي وتقدري تدافعي عن نفسك. باباها هيقول لها روحي. طب كابتن محمد سؤال اخير، يعني لو حد من القاهره عايز يروح فين مقر بالظبط؟ احنا في كل مصر في ال27 محافظه هنبدا مع بعض في نفس الوقت. دلوقتي الناس بتقدر تتقدم من خلال صفحه وزاره الشباب والرياضه، في لينك بتسجل فيها البيانات، بنختار من كل محافظه 20 وبتتواصلوا معاهم وبنتواصل مع... مش احنا كوزاره بتتواصل. طيب. احنا بننزل فنيين. لا انا بتكلم هنا في القاهره كمان لو حد عايز يجي يتمرن. انا يعني في مقترحنا يبقى في مركز شباب الجزيره، بس اللي برضه معالي الوزير يحدده احنا هنشتغل عليه. بالمناسبه انتوا بالنسبه للرياضه دي تحديدا بيبقى الكلام على اوزان معينه اللعيبه بيلعبوا في اطارها ولا اعمار؟ انا لاحظت في البدايه حضرتك بتقول سن 17 سن 19 سن ما فوق 19 مش اوزان. الاثنين. احنا بنبدا لممارسه الرياضه من اول 4 سنين، بيخشوا في قطاع البطوله من اول 9 سنين. احنا عندنا يوم الجمعه والسبت والحد الجايين في المدرسه العسكريه في مدينه المستقبل في الهايك ستيب، في الصاله العملاقه الصاله الدوليه اللي عملها جهاز الرياضه اللي هي صاله المدرسه العسكريه الدوليه الكبيره اللي موجوده عندهم. حدثنا الاول للبراعم جمعه وسبت وحد. الاطفال من اول 5 سنين هتشوفهم لحد 11 سنه. زي ما انت كنت شايف الابطال بتوعنا دول هتشوف كمان الاطفال وهم بيلعبوا جمعه. انا باكد على المدربين جمعه وسبت وحد، وبتمنى يبقى في كاميرا من عندكم تيجي تصور. ان شاء الله نظبطها مع رئيس التحرير فريق الاعداد اكيد. يا رب يخليك. عندنا في كل المراحل احنا بنبدا، انت سالتني على السن، في كل المراحل السنيه من اول 4 سنين لحد ما شاء الله تقدر تلعب رياضه. مدربيننا هيقابلوك في اي نادي او مركز شباب في مصر، احنا موجودين في كل مصر. اتحادنا ولد عملاقا مش كلام. خش اي مركز شباب، خش اي نادي هتلاقيه. النادي الاهلي بس اللي لسه لازم يبقى موجود. تمام؟ هتخش اي مركز شباب، هتخش اي نادي، تسأل مدرب الكيك بوكسينج هيقابلك هيعلمك. انا عايز العب دفاع عن النفس، انا عايز العب ابني يلعب بطوله زي ما انت عايز، يعني انا عايز كذا. وانا بدعيك تلعب يعني تلعب رياضتنا وتبقى موجود معانا في احداثنا. دي تبقى نهايه الكيك بوكسينج في مصر. لا دي بدايته الحقيقيه. واستعوض ربنا على كل الانجازات اللي حققتوها لغايه النهارده. اوقات كتير وجود قيادات يعني ناس قيادات مجتمعيه زي حضراتكم في المجالنا تبقى افاده كبيره لينا. يعني على الاقل حضرتك تبقى موجوده فهتتكلمي على كيك بوكسينج اكتر، حضرتك تبقى موجود تتكلمي على كيك بوكسينج اكتر، فاحنا نتمنى تبقوا موجودين معانا وكل النماذج الناجحه في مصر زيكم. احنا نتشرف بده يا فندم. نعمل كده والله. يعني وعد مني، انا وعد مني، انا ممكن والله اجي اجرب لو لقيت نفسي اتدرب الاول. يعني اجرب وبعدين نشوف لو كنت حاجه. حضرتك ساكنه فين؟ انا ايه ده عند نادي السيد يا باشا. طيب دي العمليه فرق سهل في كل انديه مصر. اي اقرب نادي ليكي هتخش اسال على الكيك بوكسنج اللي قدامه حضرتك، تخش النادي واسالي عن نشاط الكيك بوكسنج هتلاقيه موجود. عايز اتمرن كيك بوكسنج الامر. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق يعني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاتحاد كمان بشكل عام. كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج نورتنا وشرفتنا. انا اللي بشكركم بجد يعني موزعين جمال. بشكر قناه الاهلي على انها اهتمت برياضه الكيك بوكسينج، بدعوكم تبقوا موجودين معانا دايما. باكد الخطيب الجميل بتاعنا عايزين الكيك بوكسينج عندك ان شاء الله. ان شاء الله يحصل. اشكرك كابتن محمد، بشكر حضراتكم في الفقره دي. هنروح فاصل وبعدين نرجع نكمل فقرتنا الحواريه الثانيه.